هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ جموع المصريين بمناسبة أعياد الميلاد، جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ. نعيش في رحاب احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، نشاركهم بهجتهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان التي عرفنا قيمتها وقت أن حاول ثلة الأشرار سلبها منا، فأيقنا وقتها أنها تفوق كل النعم، وأن تظل مصرنا كنانة الله في أرضه، وطنا يعيش فينا لا وطن نعيش فيه، نحميه بوحدتنا ونفديه بأرواحنا، لنسعد جميعا ويسعد أبناؤنا بما في مصرنا من نعم تهون أمامها جميع المحن، وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تبلغ غايتها.